أرحب كالعادة بضيفنا الأول في هذه الساعة. ينضم إلينا الأستاذ خالد صادق، رئيس تحرير صحيفة الاستقلال من غزة. سيد صادق مساء الخير. نبدأ معك بالأوضاع في القطاع، الأوضاع الإنسانية وأعداد النازحين وهم في ازدياد مستمر، كيف تتابعون هذه الأوضاع وأيضا أعداد الجرحى الذين تتحدث وزارة الصحة عن الحاجة لمغادرتهم لتلقي العلاج؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك أخي صالح وللسادة المشاهدين. يا هلا بك. يعني بالتأكيد أعداد الجرحى في تزايد مستمر وذات قربت على 60 ألف جريح تقريبا. أما بالنسبة للشهداء، لو حسبنا الشهداء والمفقودين فقد شارف العدد على 30 ألف شهيد فلسطيني ومفقود، وبالتالي هذا يعكس الأوضاع الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة سواء على المستوى الإنساني أو على مستوى جرائم القتل والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بشكل يومي بحق الفلسطينيين. يبدو أن هناك إصرار لدى حكومة بنيامين نتنياهو على المضي بمسلسل التهجير للسكان الفلسطينيين من خلال تضييق الخناق عليهم على ثلاثة مسارات. المسار الأول هو المسار العسكري، استنزاف وقتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين. المسار الآخر هو الحصار والتجويع، وهذه السياسة ينتهجها الاحتلال بشكل ممنهج ويحاول دائما أن يضيق الخناق على الفلسطينيين. المسار الثالث هو نشر الأمراض والأوبئة في قطاع غزة، وبدأت المؤسسات الحقوقية وزارة الصحة تتحدث عن انتشار الأمراض بشكل خطير جدا في ظل امتناع الاحتلال عن السماح بإدخال الوقود إلى قطاع غزة. البلديات يعني لا تقول أنها لا تقوم بأدنى واجباتها بضخ مياه الصرف الصحي مثلا، أو يعني لملمت القمامة من الشوارع أكرمكم الله، أو يعني محاولة تنظيف الشوارع، وهذا يؤدي إلى انتشار الأمراض بشكل خطير جدا ويؤدي إلى كوارث صحية وبيئية حذرت منها المنظمات المعنية بالبيئة، والتي تقول أن الأوضاع إذا ما استمرت عليه فإن قطاع غزة سيدخل في مجاعة حقيقية، وقطاع غزة أيضا سيعاني من انتشار الأمراض والأوبئة. لذلك هذا يعكس صورة الواقع الذي نعيشه كفلسطينيين اليوم في قطاع غزة، والذي يدل على أن هناك تواطؤ كبير جدا من المجتمع الدولي ومن الإدارة الأمريكية مع الكيان الصهيوني لتمرير مخطط التهجير القسري. هم يتحدثون عن تهجير طوعي إذا ما خير الشعب الفلسطيني عن في مسلسل التهجير، فإنهم لم يجدوا أحدا يستجيب لهم. ولكن الذي يتحدثون عنه هو التهجير القسري، وهم يحاولون أن يمارسوا كل أشكال القهر ضد الشعب الفلسطيني حتى يترك أرضه ويهاجر خارج حدوده. لكن دائما الشعب الفلسطيني يثبت أنه يعني يستطيع أن يصمد أمام كل هذه الاستعمارات وأن يعني يفشل كل أهداف الاحتلال التي تسعى من خلال عملية التهجير إلى السيطرة وإعادة بناء قناة كما يقول سموتريتش، وإعادة يعني احتلال قطاع غزة كما يريد بنيامين نتنياهو. أن هناك تكتل يميني صهيوني يهدف إلى يعني العودة إلى قطاع غزة مرة. طيب بالعودة إلى الجرحى وهم بالآلاف سيد صادق، يعني كيف تتابعون من هناك سلاسة خروج من يحتاج منهم للخروج لتلقي العلاج، كان في مصر أو في أي بلد أو في أي بلد آخر؟ يعني الأعداد هناك حديث يبدو على 6000 ربما يحتاجون للمغادرة. بالتأكيد هو الأعداد في تزايد مستمر، والمن يحتاج إلى العلاج في الخارج 6000، ووزارة الصحة تحدثت أنها لا تستطيع بإمكانياتها البسيطة أن تقوم بإجراء عمليات. يعني هناك محاولات كبيرة جدا لإجبار يعني لإخراج الجرحى ذوي الحالات الخطيرة التي تحتاج إلى علاج في الخارج لإخراجهم من قطاع غزة، لكن هناك تعنت كبير من الاحتلال الصهيوني وإغلاق معبر رفح ومنع
عبر هذا المعبر هو الذي يفاقم من المعاناة. المفترض أن معبر رفح هو معبر مصري فلسطيني ليس للاحتلال أي دخل في إدارته، لكن دائما الاحتلال يجد نفسه في يعني أتون أي حلول الفلسطينيون أن يتوصلوا إليها ويدفع باتجاه يعني منع الفلسطينيين من قطاع غزة، حتى الأسماء التي يتم إخراجها تمر على الإسرائيليين ويقوموا بمراجعتها والسماح أو للشخصيات التي يعني لا يريدون لها الخروج من قطاع ومنعها من التوجه إلى حدود فلسطين، وهذا يفاقم من المعاناة ويدل دلالة قاطعة على أن الاحتلال يمارس سياسة القتل بشكل ممنهج. يعني لو نظرت أخي صالح يعني إصابة الشهداء مثلا، يبقى الشهيد ينزف لمدة 4 ساعات حتى يتم تصفيته، ويمنعون سيارات الإسعاف من الوصول إليه، ويستخدمون أدوات القتل ضد المسعفين والدفاع المدني لمنع إجلاء الجرحى من الأماكن التي يعني يتم استهدافها، وبالتالي سياسة القتل سياسة ممنهجة ويساهم في زيادة عدد الشهداء. طيب إخراج الجرح ذوي الحالات. طيب سيد صادق، يعني باختصار شديد نود أن نعرف، لأن جمهورنا طبعا يتابع وبشغف يومي، لكن نريد أن تطلعنا وبشكل واضح ودقيق، معبر رفح كم يفتح ساعة في اليوم، ولماذا هذا التحكم الصهيوني إلى حد اللحظة بالمعبر، رغم أن المعبر كما تشير حضرتك هو معبر فلسطيني مصري؟ ما الذي يوفر هذه الأرضية للمحتل حتى يصبح هو اليد العليا والبقية وكأنهم يعني غرباء على المنطقة؟ يعني لو تعطينا توضيحات في هذه النقاط وبسرعة. بالتأكيد ما يعني لا يسمح لا يفتح أكثر من 6 ساعات في اليوم الواحد، ويتم إدخال جدا عبر كشوفات يتم إرسالها إلى الفلسطينيين لإدخال شخصيات عبر التنسيق مع المصريين، وهناك يعني قواعد تنزل كل يوم عبر وسائل الإعلام لأسماء بعينها لا تتخطى هذه القوائم 100 اسم على الأحوال، وهذه يتم يعني إدراجها بعد أن تأكد من سلامة وحقية هؤلاء بالخروج، سواء خارجين للعلاج، بعضهم يخرج للعلاج، بعضهم يخرج لأنه يحمل جنسيات مصرية، يخرج لأنه يحمل جنسيات أجنبية، وبالتالي هؤلاء يعني هم فقط لهم الخروج خارج قطاع غزة. أما الفلسطينيين فلا يسمح لهم بالخروج من قطاع غزة مطلقا، ويعني يتم يعني منع دخول الفلسطينيين إلى قطاع غزة إلا وفق يعني حالات نادرة جدا وبتنسيق أمني مع الأشقاء المصريين. هذا يزيد من حد المعاناة ويؤدي إلى يعني زيادة في أعداد الجرحى والمفقودين والذين يمنع خروجهم من داخل قطاع. طيب سيد صادق، النقطة الأخيرة نريد تعليق حولها، من الذي سمح للمحتل أن يصبح هو المتحكم والأطراف الأخرى أكان الطرف المصري أو الفلسطيني وكأنهم يعني درجة ثانية أو ثالثة؟ هل هي منطق القوة باعتباره يسيطر على الأجواء أم ماذا بالضبط؟ بالتأكيد منطق القوة ومنطق، وأعتقد أن الاحتلال الصهيوني يعني يعمل بأريحية في هذه النقاط، ويقول أنه هو الذي يتحكم بمعبر رفح وهو الذي يسمح متى يفتح هذا المعبر ومتى يمكن أن يغلق، وبالتالي هو يستخدم منطق القوة ويستخدم منطق يعني العلاقة التي تربطه سواء بالحكومة المصرية أو بالسلطة الفلسطينية للتأكيد على أن هو له شريك في إدارة هذا المعبر، رغم أن الاتفاقيات التي تم توقيعها لا تسمح لهذا الاحتلال بأن يتحكم في هذا المعبر على الإطلاق وتمنعه من التدخل في شؤون إدارة هذا المعبر، لكن بمنطق القوة وبعلاقاته مع الإدارة الأمريكية وبعلاقاته مع الأشقاء المصريين وبعلاقاته مع السلطة الفلسطينية وفق التنسيق الأمني يتم التحكم في هذا المعبر بإرادة الإسرائيليين وبقدرتهم على فرض إرادتهم على خالد صادق، رئيس تحرير صحيفة الاستقلال، كنت معنا من غزة، أشكرك جزيل الشكر.